للمنطقة الحمراء الثانية للمنطقة
رقم 6 لاجد خرير، لاجد خرير يا داوود يا ابن الصديق، ما تدفعش يا داوود، واجب علينا الشكر.
الواحد
لأن الجزاء احتفالا بالذكرى، احتفالا بالاستقلال لشعب الشباب والإمام الكبير والنقل الغائب في كل منطقة استقلال. ودائما شكرا لكل باسم الحاضرة ومنعمته وخالده ومتتعب تعب في هذا المشروع على رأس المسلمين في الشباب على هذا المنهج. إلا المسلمين شكرا 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 ما كاينش هي الموسيقى كاينه لكن لما نعملوش موسيقى باش انتظار ديك شويه الصحافي يقول لك ما نخافش. كيف جاك التعليق؟ لا مزيان برافو. السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعي قناه شفتي بي. معنا مدرب الفريق اللي فاز بهذا النهايه ديال الدوري
طبيعة الحال فغادي يعطينا ارتسامات ديالو حول هذا الفوز. كيفاش جا الفوز؟ شنو الاحساس ديالو بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة كانت في فتحة للجميع، كنا متقدمين 3-0 وفي الاخر تمركوا علينا جوج كونس وعانينا شويه في الاخر لحساب اللياقه البدنيه. كنعانيو دائما اللياقه البدنيه لان اللاعب عطاو الجهد ديالهم في الشوط الاول. الشوط الثاني كنا كنحاولوا اننا نحافظوا على النتيجه والحمد لله فوجنا بالدوري. تحيه وهدركنا فريق العمل في نيداق وهدركنا فريق النجم في نيداق. تحياتي للجميع، شكرا. تطبيق قناة شوف تي في، هذه اجواء جميله هنا تعيشها يعني مدينه نيداق في هذا الاثناء بعد تتويج فريق النجم بهذا الدوري. بطبيعه الحال ف غادي تبدا الاحتفالات هنا. كما قلنا فهاد التتويجات الكبيره كما كتشاهدوا متابعي قناه شوف تي في، فجمهور عريض حضر هذه المقابله النهائيه. مع المتابعين قناة شوف تي في معنا المنشط اللي نشط هذا اللقاء، وطبيعه الحال فهو كيمثل مؤسسه شركه ذهب. طبيعه الحال فهي اللي تكلفت انها تجيب اللوجيستيك الخاص بالاحتفاليه ديال هذه النهائي، وطبيعه الحال فهو غادي يعطي لنا ارتسامات ديالو حول هذا النهائي. السلام عليكم، معكم ياسين آسر ممثل شركه قهوه الذهب ومنشط اذاعي سابق بالعديد من الاذاعات المغربيه ككاب راديو وتيلي ماروك. كان فرحان جدا لتعليق على هذه المباراه وايضا لتنشيط في هذه المباراه هذه، وفرحان بالدعم ديال شركه قهوه الذهب دائما لهذه التظاهرات الرياضيه. فرحان ايضا بحضور الاعلام المرموق اللي معنا اليوم، ايضا حضور شيف تي في اللي كتاخذ شهره واسعه في المغرب وخارج المغرب، وفرحان ايضا على التظاهره بمناسبه عيد استقلال المجيد ذكرى 67. وطبيعه الحال كما كنصرحوا دائما تحت شعار الشباب والرياضة المغرب الرياضة، احنا الحمد لله رجعنا رائدين في كرة القدم صالات أو غير صالات. وكنهنى طبيعة الحال المنتخب المغربي البارح على الفوز على جورجيا 3-0، وشكرا طبيعة الحال كل حضور اللي حضر معنا على رأسهم سيد الباشا السيد علاء البختي والعديد من الحضور الكريم، وشكرا أيضا السيد إبراهيم أسويق المدير التجاري لقهوة الذهب لأنهم دعموا الفريق. ومعنا الآن طبيعة الحال كما كتشوفوا هداف النهائي رقم 10
احمد الرشيد كنرحبوا به دائما، كنرحبوا به، مبروك عليك، مبروك عليك الفوز، الاسم ديالك كامل وقول لي باش كتحس بهذا الفوز هذا في النهائي. الاسم ديالي الكامل احمد الرشيد، كنحس بفخر الفريق ديالي هو اللي تكلت عليه ودائما كنثق فيه، وكنتقي التحيه خاصه لهذا الجمهور اللي دعمني، ودائما كنحس براسي بانني هو الافضل في هذا الفريق بدعم اصدقاء ديالي، والتحيه والشكر لكم. الله يحفظك، شكرا. اذا تستمر متتبع قناه شوف تي في اجواء الاحتفالات هنا بالفريق الفائز اللي تمكن من انه يفوز بهذه نهائيات الدوري هذه الكره القدم المصغره اللي تنظمت هنايا بمدينه الفنيدق على طول الايام الماضيه بطبيعه الحال. فهنيئا للفريق الفائز طبيعة الحال، فاليوم طبيعة الحال ومعنا رئيس الفريق اللي فاز اليوم بهذه النهائي هذا، اعطينا الارتسامات ديالو. السلام عليكم. كنوجه اول حاجه كنتمنوا المجهودات ديال القائمين على هذا الدوري اللي كيخلق واحد الجو كروي اللي الاولاد ديالنا محتاجين له. كنتمنوا من المسؤولين انهم يعطيو التفاته ويعطيو اهتمام اكثر للقطاع الرياضي، لان الرياضه وكره القدم هي قاطره من قواطر التنميه. وتحياتي للمنبر ديالكم المحترم. تبع قناه شوف تي في غادي نبقاو مع لحظه تتويج كل الفرق المشاركه من هدافين من احسن رياضي، احسن حارس، احسن لاعب طبيعه الحال. فاحسن الاهداف اللي تسجلت خلال هذا الدوري المنظم هنا بالقاعه المغطاه لمدينه الفنيدق. فهارد لك للفريق اللي ما تمكنش انه يفوز في هذه النهايه بطبيعه الحال، فهو كان متاخر بثلاث اهداف لصفر وتمكن من تسجيل جوج ديال الاهداف في اخر اللحظات ديال المباراه، فهو كان قريب انه يسجل التعادل بطبيعه الحال. فالحارس ديال الخصم فهو تمكن من انه يتصدى المجموعه ديال الفرص السانحه للتسجيل. Thank you.
إذا الحضور اللي معنا اليوم يتقدم عبد المجيد قريبة السيد عبد المجيد يتفضل معنا مندوب إقليمي للشباب تبارك الله عليه هو بقي شباب معنا يتفضل معنا باش يسلم الجوائز للمرتبة الرابعة إذا تفضل طبيعة الحال المنظمين الذين سيقدموا لهم الميداليات الفريق المتوجب طبيعة تصفيقاتكم هنيئا لهم يلا اللي معنا في القاعة يصفق على المتوجب طبيعة إذا المتابعين قناة شوف تيفي هذا هو الفريق اللي فاز بالرتبة الرابعة في الدوري اللي تنظم على طول هذه الأيام بمناسبة ذكرى المسيرة عفوا ذكرى عيد الاستقلال المجيد في ذكرها في الذكرى السابعة والستين شباب المستقبل في عيد الاستقلال المجيد وأيضا شباب الغد شباب والرياضة المغرب الرياضي بمناسبة عيد استقلال المجيد ذكرى 67 دائما المغرب إن شاء الله هدوء شباب المستقبل أنا شفت بهذه مراسيم توزيع ميداليات على الفريق اللي حصل الرتبة الثالثة حضور مرمق الصحافة ودائما دائما ما تساوش الداعم اليقوت شركة الأول إذن هذا هو الفريق الفائز بالرتبة الثالثة في الدوري ديال كرة القدم المصغرة اللي تم التنظيم ديالو هنا على طول الأيام الماضية هنا بالقاعة المغطاة الفندق المناسبة طبيعة الحال هي الذكرى الغالية لعيد الاستقلال المجيد 67 أحسن لاعب في الدوري
شفتي به احسن لاعب في هذا الدوري اللي فاز باحسن لاعب في هذا الدوري لكره القدم المصغر. هذا هو هداف هذه البطولة بعد الحال فشاب مقتبل العمر، نتمنى له إن شاء الله مستقبل زاهر في كرة القدم، ولما لا أن نشوفها في فرق كبيرة داخل أرض الوطن. الحال هذا هو احسن حارس، طبيعه الحال هذا الحارس تألق بشكل كبير في هذه المباراه النهائيه، وطبيعه الحال فهو حرم الفريق الخصم من عده اهداف اللي كانت سانحه انه يسجلها، ولكن براعه الحارس فهي هدات للفريق ديالو هذا الكاس الغاليه. إذن الفريق المتوج الثاني نجم الفريق وسيسلم الجائزة مراد عصفور قائد المرحلة الثانية فليتقدم مشكور. بعد الحال ففي هذا الاثناء فقائد المقاطعه الثانيه هنا بمدينه الفندق فهو كيمنح الميداليات للفريق المحتل للصف الثاني في هذه البطوله المصغر. إذن الآن مع
الإمكانية. إذا صورة الكاميرا الحكام وأيضا لاعب المثال جائزة لاعب المثال تبارك الله إن شاء الله أيضا في المستقبل زهير كرة قدم صارت هذا ماشي أول فيها تحضر إن شاء الله العديد من النهائيات صفقة عليه صفقة حارة على هذا اللاعب الخلوق والرائع حكام طبعا تبارك الله عليكم موسيقى 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 ما يمكنش النادي على ما يمكنش النادي على ما يمكنش النادي على المتوج الاول ما يمكنش النادي على المتوج الاول دي جي ما معناش ماشي باش ديالك جمهور مستعدين جمهور واش مستعدين واش Продолжение следует...